السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام ندمي تاوك أو تهجبات أتشين تلقونم تنشونم هابتامونم دهاونم عالمونم جاهلونم يام برك ساعات لاينو من نقينو عدقنا اللي ميلو أقرو تشم جسدتو يأينو يالنو نقرقن بزي ساعات مؤمن مادرق يالب نقر الله ندنوسو نبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بخاري لاي بتزقى بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها نبي صلى الله عليه وسلم كلمة يك على الرجل لاج سلمن كتب عليه سل طاعون سلو الرشين نبي صلى الله عليه وسلم ستيك أتشو عندي هلال نبي صلى الله عليه وسلم وإنه عذاب يبعثه الله على من يشاء إيه طاعون بلو مالتكو الله عز وجل بفلقو بفكادو يملكو بشتان وقطعات نوالو عذاب يبعثه الله على من يشاء قطعات نوبلو نبي صلى الله عليه وسلم إنا قرالو وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. إتشين بوينت نيف اللكوت بدنب مؤمن ومؤمنوش كهوناجن الله عز وجل رحمة درجوت هاللعب. لببلاد شوال طاعون كورونا عذاب للكافرين ورحمة للمؤمنين. كورونا مبالو بشتا لمؤمنوش رحمانو لا مشركنا لك هاديك هنا عذابنا لمؤمنوش رحمن وما لا تندس ليهوني شلال اي موت عيد اللموي اي تامم عيد اللموي بروني اجرس عيد اللموي بسولهك منا لمن لمن لبالي شلال نقرقن رحمن نتول ببالو عند مؤمن بشتا كنكاو كزام الفوترفو انكفات كنتاو كزام بتاتش وقت النشنكا كادرقا شوالو نبي صلى الله عليه وسلم مني هنا ونجلو إسر زلت الله إذن المؤمن ونجلو دم إسر زلت مامن مؤمن ونجلو دم تابس زلت بزيه مامن يقدي لوعل بل إلا بكل بزيه أما كان ينتي متسو شاهدنا كما ثبت في صحيح مسلم أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم طاعون مبالو ورشي مبالو بشتا لمسلم وجهلو شهادة نوالو سبحان الله كذا حديث لي عند مؤمن قالوا ما من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده وفي رواية الإمام أحمد في بيته لكن في بيته على شوان زجوان ده لو شو هذا برواتل هنوم جن عند سو أجروا لا يطاعون أي كسة ماله فيمكث فيه الزا أجروا لا أي كمتم مسفر تاس كمتو لببلو صابرا عندنا محتسبا هلتنيا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله أو إلا ما كتب الله له تجست أدرجو صبر أدرجو كالله عز وجل أجر عجني له بلو صوستنيا الله يسأف بنجي عياجني بلو أمنه أجر ويكمتم إلا جعل الله له مثل أجر شهيد الله عز وجل يشهد أجر يستطيعه ننجي زي لاي سوستاينة نقره تشالو عندنا أجر لاي هنو ببشت وسائل لكف جن وسطو بالله عز وجل أمنو بالله تمكتو صبر أدرقو تقست أدرقو سايتامن بشت وبيلك انكوان أجر يغيني بلو الكف العلماء ሁለተኛ በበሽታው ታሞ አላሁ አዘ ወጀለ ብሎ ሳይሞት ቀረ ዳነ ይሄም አጅር ያገኛል ብለዋል ሶስተኛ በበሽታው ታሞ ከሞተም እነዚህ ሶስት መስፈርቶችን ከሟላ ፈሆ ሸሂድ ይሸሂድ አጅር ያገኛል ሳይሆን ራሱ ሸሂድ ነው የሚባለው ራሱ ሸሂድ ነው የሚባለው ስለዚህ እነዚህ ሶስቶቹን ለማሟላት ሶስቶቹ መስፈርቶች ግን ይጠበቁብናል አንደኛይቱ መስፈርት ሳቢር መሆን አለብን ሱቢን ለ المسلم هذا المؤمن لماذا هذا التوتر والتصعيد والخوف والقلق والله هذا مشكلة مؤمن كونك يتوقعنوا الله قيال لومنته يتوقعنوا بقى الله من مكاته مستبى إيمان متانس أرلبت مستبى إيمان بقى الله عز وجل من مكات أرلبت يا مالت قيل سببات تتك أمو مالت أيدل سببات تتك أمو مالت أرلب سبب نياد الرزق صبر مادرك كالله أجر عن يالله مالت كزام الله عز وجل يوسن ونجي آيا قنين بلو موسن إيهونال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.